ضيفة باستوديو أنا لحالي وبس شيف شيرمن صافي، أهلا وسهلا فيك معنا. وصوير سفا سفا ماشي الحال؟ كيف الوضع هلا؟ توب شيف، أبى طلب منك قبل ما نبدأ يعني نعم بما إنه لانا أبى طلب منك بسيط اطلب بما إنه لانا هي الوحيدة اللي حتاكل اليوم ما تكتب الشطة الله يخليك كتر شطه قد ما تقدر. لا 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 اصلا ما بتزبط هيدي الاكله نحط بقلب الشطه لانه الله عليك بس خلص رح جرب سوري مؤيد هيو كيف انا مره تلهمني قصه بدايات دائما احب اسمع البدايات متى كانت المره الاولى اللي انت قررت فيها انك تدخل مجال الطبخ كده وتتفنن؟ نعم انا قررت فوت على هيدا الدومين بالسنه 93 يعني تقريبا صاروا 28 سنه تقريبا 27 28 سنه واو ايه كانت قديمه خبريتنا بدومين الطبخ وتعمقنا فيها كتير يعني بقى صار عندنا هيك خبره حلوه عن الاكل خاصه بتعرف الاكل اللبناني طاير العقل مزبوط انت بالعائله هيك يعني ولا بالعائله 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 اكيد يعني في على طول روتس بتجي من العائله بقى شغله كتير مهمه لانه بتعرفي خاصه الاوتنتيك فود يلي نحن بنطبخه بلبنان اكيد ورتنينو بلس وسعنا الانترناشونال فود صرنا كثير موسعين فيه هلا وهلا بدي ذوقك اكل بتطير يا ماما انا هذا بدي اقول لك اليوم تجربه نحن بعد ما عشناها بالاستوديو انا مستفرده بالشيف لحالي فخبرني شو رح تطبخ لي اليوم اكيد محظوظه اليوم اكلتنا تليانيه بامتياز رح نعمل فريش رافيولي يوم 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 لايف لايف دغري هلا هالتكه مش هيك عم بقول ما فينا نحط شطه بقى كنا صحيح مؤيد ننزع الطعمات كلياتها سوا طيب نحن شو عايزين كمان هيدا الطبخه؟ بقى اليوم كرمال هيدا الطبخه رح نعمل العجينه فريش رح نفرج المشاهدين كيف بتنعمل العجينه فريش بالبيت اكيد انا جايب معي مكنه الباستا فينا كمان نمدها على الشوبك ما في مشكله بس انه كمان يلي بيقدر يلاقي هيدي الماشين يحطها بالبيت يستعملها على طول ما في اطيب من فريش باستا بالبيت هيك تبلش ومؤيد اذا عنده شيء يسالك كيف يسالك بس انا بدي اشوف ايوه انا عندي تفضل صراحه يعني انا شايفك شيف قاعد تتفنن بالطبق الايطالي ليش اخترت الطبق الايطالي والله هيك اليوم حبيت دوي على طول على لانه على طول نحن شو بنعمل بنروح بنشتري هالباستا بينما فينا نعملها بالبيت كاليتي تبعها وجودتها تبعها احسن بكثير من ما انك تشتريها بس لانه على طول انا بحب دوي على طول على الاشياء اللي ممكن نقدر نعملها بالبيت ما نتعذب نروح نشتريها من برا وتطلع اطيب بالجوده تبعها وفريش اكثر اكيد اكيد شف سؤال سريع كده بس يعني ما ناوي تيجي السعوديه نسوي تقرير مع بعض جاي قريبا طالع قريبا يلا لا شهر واحد عندي مشوار رح نطلع عندنا اكيد شغل كثير بالسعوديه بنوجه لكم تحيه وانطروني جايه